قال الله عز وجل في الآية الثالثة بعد المئة من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يعني إحياءً لذكرى النعمة الكبرى التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية بإرسال نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. بخاتمة الرسالات، واحدة من أهم المنجزات والنعم المتفرعة عن نعمة الرسالة الكبرى هي وحدة المؤمنين. هذه النعمة التي ذكرها الله عز وجل في الآية التي صدرت بها حديثي، إلا أن هذه النعمة كسائر النعم تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى من يحوطها ويدافع عنها، وإلا فإنها كسائر النعم ستكون قابلة للزوال، أن يسلبها الله عز وجل عن المنعم عليهم. لاحظوا معي في قصة موسى عليه السلام كيف أن الله سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل مذكراً أولاً بنعمة خلاصهم من طغيان فرعون وخروجهم نحو الأرض المقدسة، ثم بعد ذلك كيف يحذرهم ويهددهم من أنهم إن لم يراعوا هذه النعمة، إن لم يحافظوا عليها، إن لم يدافعوا عنها، فإنها مهددة بالزوال. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي هذه النعمة؟ إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا التذكير أعقبه تحذير وأعقبه تهديد بأن هذه النعمة الكبرى قابلة للزوال، عليكم مسؤولية الحفاظ عليها. ولذا في الآية اللاحقة وهي الآية السابعة من سورة إبراهيم قال تعالى مباشرة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم بهذه النعمة التي أعطيتمكموها، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا المسار مسار تذكير بني إسرائيل بالنعمة ثم تحذيرهم من الإهمال وعدم مراعاة هذه النعمة وعدم المحافظة عليها والتخويف من العذاب الشديد تكرر في خطاب الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وآله. فبعد أن ذكر الله عز وجل في الآية التي صدرت بها كلامي ذكر عظيم نعمة التآلف والوحدة وضرورة الاعتصام بحبل الله جميعاً، قال في الآية الخامسة بعد المئة، تلك الآية الثالثة بعد المئة، هذه الآية الخامسة بعد المئة: ولا تكونوا، تحذير، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هناك عذاب شديد وهنا عذاب عظيم، والمآل واحد، النتيجة واحدة والمعادلة واحدة، إن لم تحافظوا على النعمة الكبرى فإن النتيجة المحتومة هي نتيجة هذا الكفر هي العذاب الشديد أو العذاب العظيم.
طبعاً ليس بالضروري أن نرجئ المسألة إلى الآخرة ونقول أن الله عز وجل يتوعد المؤمنين بالعذاب الأخروي نتيجة عدم تحمل مسؤولياتهم أمام هذه النعمة، لا أبداً. فيمكن تصور العذاب الشديد والعظيم في الحياة الدنيا، وهذا ما حصل لبني إسرائيل، وهذا ما حصل ويحصل اليوم لأمة محمد صلى الله عليه وآله. اقتتال داخلي، أمراض، أوبئة، خوف، تسلط الآخرين عليهم، حالة الإذلال وغيرها من الصور، هذه كلها تمثل نوعاً من العذاب الدنيوي الذي يصيب الفرد أو يصيب المجموع، وبالتالي هذا التحذير يمكن له أن يتحقق في الدنيا قبل الآخرة. والآن تعال وانظر إلى حال الأمة الإسلامية في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. لو أردنا أن نقدم وصفاً مختصراً جداً وبشكل انتقائي يعني وليس بشكل استقصائي لأهم ملامح المشهد السياسي والأمني للأمة الإسلامية اليوم وهي تحتفل بمولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لن نتحدث عن المشهد الثقافي ولا الفكري ولا غير ذلك، مجرد لو اقتصرنا على المشهدين السياسي والأمني فيمكن أن نختصر ذلك في العناوين التالية. أولاً، انقسام سياسي وأمني حاد بين جبهتين ومعسكرين رئيسين وبنكهة طائفية، مع مساعي صهيونية حثيثة لاستثمار هذا الانقسام الشديد، وبين ذلك هذا الاستثمار ملفا التطبيع مع الدول العربية، والملف الثاني هو ملف نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. الحديث عن التطبيع مع العالم العربي ليس بجديد، ولكن زادت وتيرته في الأيام الأخيرة وأصبح مقلقاً حقيقة لكل من يحمل في نفسه شيئاً من العزة والكرامة، من بقايا العزة والكرامة الإسلامية أو العروبية تجاه قضية هي تمثل أهم قضية وأهم تحدي بالنسبة إلى أمتنا. مثال من الأمثلة، قناة تلفزيونية فضائية محلية تبث حواراً ويتحدث أحد أطراف هذا الحوار عن أن وجود إسرائيل هو حق إلهي، وأن القرآن الكريم هو الذي نص على ذلك، وأنه لا يوجد تاريخياً شيء اسمه فلسطين، وأن الفلسطينيين هم الشتات، وأما إسرائيل فهي الأصل وهي الحق ولها الحق في الوجود. ويقول بعد ذلك بأنه نحن ندعو إلى إقامة تحالف إسرائيلي خليجي. بعد هذا الكلام لا نجد حقيقة على الساحة أي ردة فعل ذات أهمية تبين تفاعلاً مع مثل هذا المضمون الذي يروج لمسألة التطبيع. لو كان هناك حديث عن سنة أو شيعة لقامت الدنيا ولم تقعد، لو كان هناك طعن مثلاً في مطوع سلفي أو في معمم شيعي لا رأينا وزارة تسقط، ولا على الصراخ في البرلمان في مجلس الأمة صراخ له أول ليس له آخر. ولكن أن يتم الحديث عن القضية الأولى والكبرى للأمة الإسلامية، التحدي الأكبر للأمة الإسلامية، وهو وجود هذه الغدة السرطانية في أرض فلسطين، فهذه قضية تمر مرور الكرام، وإذا تحدث أحد فبصوت غير مسموع، والقضية لا تثار بشكل يعني يحذر من خطورة ما هو آت من محاولة لغسل أدمغة الناس وخداعهم من خلال القرآن، سوء استغلال الآيات القرآنية، ومن خلال معطيات تاريخية مغلوطة، ومن خلال ترويج سياسي سمج
للاعتراف بالكيان الصهيوني وللتطبيع معه. طبعا أنا لا أريد أن أعطي قيمة لهذا الشخص المتحدث، ولكن أقول هكذا للأسف أصبحت معاييرنا، هكذا تم توجيه بوصلة اهتماماتنا وأولوياتنا اليوم، بحيث أننا لم نعد ندرك ما هي القضية الأولى، وعلى ما نثور، وعلى ما نتحدث، وعلى ما نغضب، وعلى ما نرضى، وعلى ما نرى هنا مصلحة وهناك ليست مصلحة. الأمور أصبحت ملخبطة في أذهاننا، وهناك فعل متراكم متعمد استخباراتي تم خلال السنوات الماضية، ساهمت فيه وسائل الإعلام وأطراف عديدة حتى الخطاب الديني، بالنتيجة أوصلنا إلى هذه اللخبطة المفاهيمية وإلى إضاعة البوصلة. أما قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هذا قرار ليس بجديد، هو صدر سنة 1995، ولكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أرجأت تنفيذ هذا القرار. هو في الأساس متعارض على الأقل، على أقل تقدير، مع قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر أن القدس الشرقية محتلة ولا تعترف بالوجود الإسرائيلي فيها. على أقل تقدير لو أخذنا القضية من هذه الناحية، فإن مسألة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يعتبر أمراً مخالفاً للقرارات الدولية. لكن ما الذي يجعل الإدارة الأمريكية الحالية تتشجع لكي تعرض المسألة من جديد وتخطو خطوات لربما في هذا الاتجاه نراها في القريب العاجل؟ وضع الأمة المأساوي الذي وصلت إليه. ثانياً، المشهد الثاني استمرار معاناة الشعب اليمني في أجواء الحرب القائمة في هذا البلد الذي يعد أحد أفقر بلدان العالم اقتصادياً، وحيث باتت تعمه اليوم حالة من المجاعة وتفتك به الملاريا. ثالثاً، استمرار مأساة المسلمين الروهينجا الذين تم الاتفاق بين حكومتي ميانمار وبنغلاديش على أن يعودوا إلى وطنهم ميانمار، ولكن على أن يبقوا في ملاجئ مؤقتة فيها، أن لا يعودوا إلى بيوتهم ولا إلى وظائفهم ولا إلى مجالات عملهم وغير مدارسهم وغير ذلك. حتى هذا الاتفاق السيء لم يتم تنفيذه إلى الآن، وما زالوا في حالة لجوء في بنغلاديش. رابعاً، تفجير وعدوان إرهابي على مسجد الروضة بسيناء. هذا العدوان الذي ترك وراءه أكثر من 300 شهيد لم يكن لهم ذنب سوى أنهم لبوا النداء الإلهي لإقامة الصلاة في يوم الجمعة في مسجد في بيت من بيوت الله عز وجل، وأنهم وقعوا ضحايا أهداف سياسية قذرة. وإن كان قد تم القضاء على دولة الخرافة الإرهابية التكفيرية، ولكن فلول هذه الدولة، فلولها ما زال قائماً موجوداً منتشراً، وفي كل يوم لهم عمل شرير، كل يوم لهم عمل إرهابي. في النتيجة وجودهم بهذه الصورة يحتاج إلى يقظة، يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى مواصلة محاربة هذه الفلول الشاذة فكرياً والمنحرفة في سلوكها والإرهابية في جرائمها. لقد ذكر الله عز وجل المسلمين بعظيم المنة عليهم إذ أرسل إليهم محمداً صلى الله عليه وآله الذي يحتفل العالم الإسلامي في هذه الأيام بذكرى مولده الشريف، فقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكانت نعمة الألفة والتآخي والتحاب والتعاضد والوحدة في الموقف من أعظم تجليات تلك الرحمة الإلهية المهداة للبشرية. ومن هنا
حملنا رسول الله صلى الله عليه وآله مسؤولية الحفاظ عليها، وحذرنا من مغبة الارتداد العملي إلى السيرة الجاهلية التي كانت تستحكم فيها العداوة، مما يمثل كفراً صريحاً بتلك النعمة، حيث قال صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وقد طلب من الناس أن ينصتوا إليه تأكيداً على أهمية الأمر وخطورته: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن المؤسف حقاً أن نجد الأمة قد وقعت فيما حذرت منه وبأبشع الصور وأخسها، مما يستدعي من كل المخلصين أن يسعوا في الاتجاه الذي يعود بالأمة إلى المسار المتناغم مع الوصيتين الإلهية والنبوية، وإلا فلن تذوق بكفرها بعظيم النعمة إلا العذاب العظيم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. الله